الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا إلى خير يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أحبتي في الله، إخوتي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتابع دروسنا ومع الدرس الثاني من دروس الفقه. طبعا نحن سنقرأ في هذا المجال كتاب الفقه المبسط، وهو من تأليف الشيخ محمد أديب كلكل رحمه الله، أحد تلاميذ الشيخ محمد الحامد وأحد علماء حماه الصالحين المشهود لهم بالفقه والعلم والإيمان عليهم رحمات الله أجمعين. وقد اخترت هذا الكتاب لأنه مبسط فعلا كما ذكر مؤلفه، ولأنه اعتمد فيه على المعتمدات من كتب الشافعي رضي الله عنه، وهذا أوان البدء. طبعا لا داعي لذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه، حياته وإمامته وفضله كبير ومعروف بين الأمة، ويكفي فيه قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه لما سئل من قبل ولده: يا أبتي لم تدعو للشافعي؟ هذا الدعاء، قال: يا ولدي، لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل ترى لهما من خلف؟ هل ترى لهما من خلف؟ يعني والعياذ بالله، إن طفأت الشمس فلا قيمة للحياة، وكذلك إذا ذهبت العافية من البدن فلا معنى للإنسان. فهكذا كان الشافعي صاحب الفضل الكبير في الفقه. طبعا والأئمة الأربعة كذلك، الإمام مالك رحمه الله، والإمام أبو حنيفة، والإمام أحمد بن حنبل، كلهم جهابذة وأئمة أهل علم وتقى، نسأل الله تعالى أن يرحمنا جميعا بهم، وأن يدخلنا وإياهم في عداد عباده الصالحين. نتحدث اليوم عن الفقه ومكانته. الفقه لغة الفهم مطلقا. عندما أقول فقهت، ماذا يعني فقه؟ فقه يعني فهم. إذا الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم، ومعنى الفهم ارتسام صورة الشيء في الذهن. يعني عندما أقول فهمت هذه المسألة، فهمت هذه النقطة، ماذا تعني؟ يعني أنها وضحت وأصبحت واضحة أمامي. أما الفقه عند الفقهاء فهو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. يعني عندما نقرأ باب من أبواب الفقه، باب الطهارة، أحكام الطهارة، هذا العلم بالأحكام الشرعية بأبوابها المختلفة يسمى فقها. الفقه الذي في الشريعة طبعا موافق للفقه باللغة العربية، لكنه خاص بالأحكام، خاص بالأحكام والبحث عن أدلتها التفصيلية. لا يشترط حفظ الأدلة، المهم أن نصل إلى الحكم المعتمد عند الفقهاء الأربعة رحمهم الله. ماذا نستفيد من الفقه؟ هذا أمر إلهي أيها الإخوة، فلولا نفر من كل فرقة منهم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة كما قال الله سبحانه وتعالى، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالفقه أساس من أساسيات الدين، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا:
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين ماذا يعني؟ يعلمه الأحكام، يعلمه أحكام الاعتقاد ويعلمه أحكام العمل. نعم، والأحاديث في فضل الفقه كثيرة لا نطيل بذكرها. نعم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الفقه في كثير من الأحاديث، ولكن نكتفي بهذا. وكذلك دعانا لطلب العلم، فباب من العلم نتعلمه كما ورد في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. رواه ابن ماجة بإسناد حسن. وهذا ما جعل الإمام الشافعي يعتبر فضل العلم خير من فضل العبادة، يعني الزيادة من العلم واكتساب العلم خير من الزيادة في العبادة، لأن العلم يتعدى، العلم يتعدى يعني فضله ونفعه يتعدى إلى غيره. أما العبادة، الإنسان الذي يتعبد يستفيد هو فقط من هذه العبادة، العلم ينفع به غيره. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المنتفعين بما تعلمنا. إذا نكتفي بهذا القدر في فضل الفقه والعلم. لا نحب قراءة كل الكتب أيها الإخوة. أحب أن أنبه دائما على أنني لا أقرأ كل ما في الكتاب الذي وضعته بين أيديكم، أنتم اقرأوا ما تشاءون، لكن أحب أن أعطي لمحات سريعة ثم ندخل إلى الباب الأول. الباب الأول أو كتاب الأول كتاب الطهارة. ما هي الطهارة؟ ما هي الطهارة؟ الطهارة بفتح الطاء النظافة من الأقدار، النظافة من الأقدار، ولو كانت الأقدار طاهرة كالمخاط والبصاق، فهذا بعموم الطهارة اللغة. فأنا عندما أقول أحب أن أتطهر يعني أحب أن أتنظف. نعم، وشرعا لها معنى ثاني: رفع الحدث أو إزالة النجس، أو ما في معناهما أو على صورتهما. رفع الحدث، الحدث أمر اعتباري، أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة، فهذا الحدث رفعه يسمى طهارة. وكذلك إزالة النجس يسمى طهارة. فالذي في معنى رفع الحدث التيمم ونحوه، كوضوء صاحب الضرورة لكونه يبيح الصلاة، يبيح الصلاة إباحة مخصوصة لفرض ونوافل، هذا يسمى رفع. فهذا الذي تيمم ماذا صنع؟ تطهر. والذي في معنى إزالة النجس الاستنجاء بالحجر، وما في معناه يعني الاستنجاء بالحجر والورق وكل ما يعني وسائل الاستنجاء. نعم، والذي على صورة الحدث هي الأغسال المسنونة والوضوء المتجدد والغسلة الثانية والثالثة في طهارة الحدث. لماذا قلنا على صورة رفع الحدث؟ لماذا؟ لأن هذه لا ترفع حدثا في الحقيقة، ولكن هي على صورته، يعني هي مندوبة إليها. فغسل العيد، غسل الجمعة ليس واجبين، لكنهم على هيئة الواجبين، على صورة الواجبين، فكانا من الطهارة وإن لم يكن لهما أثر الطهارة الأول في الفرضية. والذي على صورة إزالة النجس الغسلة الثانية والثالثة من غسلات النجاسة. سيأتي معنا إن شاء الله أن الواجب في النجاسة إزالة أثرها ولو بمرة واحدة، يعني مثلا قطرة بول صب عليها قطرة من الماء أزالتها،
نعم واحدة بواحدة، لكن القسطة الثانية والثالثة هل هما واجبان؟ لا، هما مستحبان، ولكن لهما حكم الطهارة وليس لهما حقيقة الطهارة، بمعنى أن صورتهما صورة الطهارة، صورة إزالة النجاسة. إذن هذا هو تعريف الطهارة. فما هي أقسامها؟ الطهارة قسمان: طهارة حسية من الأنجاس الظاهرة والأحداث والخبائث وفضلات البدن، وهي التي تحصل بالقلم والاستحداد والختان وغيره، طهارة حسية هذه. نعم. وطهارة معنوية، طبعا نحن سنتكلم في كتاب الطهارة كله على الطهارة الحسية فيما يتعلق على طهارة الأبدان. أما الطهارة المعنوية هذه إن شاء الله لها يعني علمها الخاص، يسمى علم التزكية، علم التزكية من الذي يعني له جانبان: جانب الأول التخلية من الذنوب والمعاصي والعيوب، والتحلية التحلي بالفضائل الإيمانية التي أمر الله تعالى بها. طهارة معنوية وهي طهارة القلب من أدناسه الباطنة، وهذا طبعا واجب وهذا واجب. نعم، يعني ليس الطهارة المعنوية معناها أنه يعني يحق لي أن أفعل أو لا أفعل، لا، هذا واجب من واجبات الشرع وهذا واجب من واجبات الشرع، وعلينا أن نؤدي الواجبين حتى يكتمل إيماننا وديننا. الطهارة الحسية التي ذكرنا أنها طهارة معنوية، يعني طهارة معنوية وطهارة عينية، طهارة حسية. الطهارة الحسية تنقسم بدورها إلى قسمين: طهارة عينية وهي التي لم تتجاوز محل حلول موجبها، كطهارة النجاسة فإنها لا تتجاوز المحل الذي حل فيه موجبها، يعني موجبها ماذا؟ النجاسة. نعم، وهو النجاسة، إذ لا يجب غسل غير محلها. سميت عينية، وقعت قطرة من البول على مكان في الأرض، فيجب إزالة عين المكان فقط لا أكثر، لا يجب الزيادة. نعم، سميت عينية لأنها معلومة مرئية مشاهدة، معلومة عن طريق ماذا؟ عن طريق العين، عن طريق الرؤية والمشاهدة. أما الطهارة الحكمية وهي التي جاوزت محل حلول موجبها كالوضوء، فإنه تجاوز المحل الذي حل فيه موجبها وهو خروج شيء من أحد السبيلين، وهو خروج شيء من أحد السبيلين، إذ لم يقتصر على غسل المحل بل وجب غسل الأعضاء المعروفة. لماذا سمينا الوضوء طهارة؟ لماذا سمينا الوضوء طهارة حكمية؟ في إزالة النجاسة وقعت قطرة البول على الأرض على الثوب، نغسلها وانتهى الأمر، لا يجب غسل شيء آخر. بينما عندما يخرج من أحدنا ريح، فماذا يجب علينا؟ يجب علينا أن نتوضأ وضوءا كاملا، أن نغسل الوجه واليدين وكل أعضاء الوضوء. الحكمية يعني بحكم الشرع، بحكم التكليف الشرعي، جاءت بفرض بغسل كل هذه الأعضاء، مع أن الموجب لها شيء واحد، يعني ريح أو خروج البول، فوجب غسل جميع أعضاء الوضوء، غسل جميع أعضاء الوضوء طهارة ماذا؟ حكمية. كذلك الجنابة حكمية. نعم، يجب غسل البدن كله من أجل خروج مادة معينة أو من أجل كذا موجبات الغسل. فإذا الطهارة العينية متعلقة بإزالة النجاسة، والطهارة الحكمية متعلقة بماذا؟ بالأحداث، يعني بالحدث الأصغر والأكبر. هذا فيما يتعلق في الطهارة وأنواعها. لعلنا نتساءل: ما هي وسائل الطهارة؟ ما هي وسائلها التي يعني يصح بها
التطهير. ما هي هذه الوسائل؟ نعم، لها 4 وسائل، ذكر أهل العلم لها 4 وسائل. الماء وهو الوسيلة الأقوى، والتراب وهو البديل، إذا لم يكن هناك ماء فالتراب. نعم، ثم حجر الاستنجاء. وما في معناه؟ حجر الاستنجاء وسيلة من وسائل الطهارة. ثم الدابغ، ما يدبغ به، المادة التي تدبغ بها الجلود تطهر. نعم، فهذه 4 وسائل من وسائل الطهارة: الماء، التراب، الحجر للاستنجاء أو ما يشبه، ما يعني يشبه معناه، والدابغ، الدابغ المادة التي تدبغ بها الجلود فتطهر. نعم، ما هي مقاصد الطهارة الحسية؟ لما نقول مقاصد يعني غايات، ماذا نريد من باب الطهارة كله؟ الوضوء، الغسل، التيمم، وإزالة النجاسة، الـ4. أيضا مقاصد 4، الوسائل 4 والمقاصد 4. يعني لو واحد سألك ما هي مقاصد الطهارة، تقول هي الوضوء، وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل أحكامه، وكذلك الغسل، وسيأتي معنا تفصيل أحكامه، والتيمم، وإزالة النجاسة. لعل يعني الشيخ هنا قد استطرد، ونحن لن نستطرد معه. قال: وسائل الطهارة المعنوية. وسائل الطهارة المعنوية إن شاء الله سنقرأها في كتاب سوانح قلبية لشيخنا بإذن الله تعالى. لذا نحن لا يعني نقف على هذه التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله، وننتقل مباشرة إلى باب المياه وأقسامها. نعم، المياه. المياه التي يجوز بها التطهير كل ما نزل من سماء ربنا، أو نبع من الأرض، على أي صفة كانت من أصل الخلقة. فيدخل بهذا الاعتبار ما نزل من السماء، ماء المطر وذوبان الثلج والبرد، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات. فقال سبحانه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فهذه المياه ربي سبحانه وتعالى جعل فيها خاصية التطهير، خاصية التطهير. وهكذا كان يدعو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية، أي قليلا، قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، ما تقول؟ قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. يعني أقول هذا من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مستحب أن يقال في هذا الموضع: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد. يعني حتى معنويا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم يعني الطهارة الحسية والطهارة المعنوية بينهما ارتباط، وإن كنا لا نستطيع إدراكه، لكن أهل القلوب العامرة بذكر الله تدرك هذا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الدعاء بين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. ودليل هذه المياه من كلام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا جاء إليه عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو طهور ماؤه، والحل ميتته. هذا من جواب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعلم طهورية ماء البحر. نعم.
لماذا خص الماء بالذكر؟ والحكمة من تخصيص هذه المياه بالذكر لما فيها من الرقة والسيلان والروحانية التي هي سبب الحياة لكل كائن حي. يعني لعل العقل، لعل الإنسان يسأل لماذا خص الماء؟ الماء فيه سر عظيم من أسرار الحياة. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في سورة الأنبياء: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهو ربنا سبحانه وتعالى كوننا من الماء وجعل الماء طهورا لنا بسر من أسرار حكمته سبحانه وتعالى. والمياه على ثلاثة أقسام. المياه على ثلاثة أقسام: ماء طاهر مطهر، وماء طاهر غير مطهر، وماء متنجس. الماء الطاهر المطهر هو قسمان: طاهر في نفسه، مطهر لغيره، غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق الذي لم يخرج عن قيد من قيود الخلقة الأصلية التي خلقه الله سبحانه وتعالى، كماء البئر وماء النهر. هذا الماء ماء السماء، ماء الأرض، ماء البحر، يعني كل هذه المياه تسمى ماء مطلقا. ماذا يعني باختصار؟ لم يتغير طعم هذا الماء عن أصل خلقته، ولا لونه ولا ريحه، لم يتغير، بقي على أصل الخلقة. هذا الماء يسمى ماء مطلق، وهو الذي يصح به التطهير، يصح به التطهير، لأنه ماء مطلقا لم تطرأ عليه أي تغيرات تغير اسمه. وأما الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، المكروه استعماله، وهو الماء المشمس، الماء المشمس في حرارة الشمس. طبعا هذه الكراهة ذكر أهل العلم أنها كراهة من جهة الطب، يعني من جهة أن الطب، من جهة الطب أن الطبيب ينصحنا بها. فإذا ثبت، وهذا ما ثبت فعلا، أنه غير ضار فلا كراهة فيه. طبعا لها شروط لا نطيل بذكرها، أدعكم لها لأنني لا أحب كما ذكرت أن أعتمد يعني على التطويل، أدعكم. هي شروط عمليا لم يثبت عمليا. ذكر الشيخ في نهاية الباب، ذكر أن الإمام النووي اختار عدم الكراهة مطلقا، وصحح هذا الأمر في كتابه، في أحد كتبه رحمه الله تعالى. فالكراهة إذن منتفية ولا محذورة من استعمال هذا الماء، على الأرجح من أقوال الفقهاء الشافعية. ويكره أيضا شديد البرودة والسخونة، والعلة فيه عدم الإصباغ. عندما يأتي الإنسان إلى ماء ساخن جدا أو بارد جدا ويريد أن يتوضأ، هل يستطيع أن يصبغ الوضوء ويكمله بشكل كامل؟ لا. فلذا كره العلماء هذا الماء، لا من أجل ذاته، بل من أجل أنه لن يستطيع إتمام هذا الوضوء. وكذلك يكره الاستخدام للمياه التي تستخرج من الأرض المغصوبة، كمدن قوم لوط وبابل وأبيار أرض ثمود. وأما ماء زمزم فالمعتمد أنه لا يكره استعمال مائها ولو في إزالة النجاسة، لكنه خلاف الأولى. يعني الأولى لا يستخدم ماء زمزم لأنه ماء مبارك، ولا يعني يعني نعارض أنفسنا كونه مبارك نشرب منه، فلا نستخدمه في أمور النجاسة إلا إذا اضطررنا، فلا إشكال في الأمر. خلاف الأولى يعني ليس مكروها كراهة قوية، إنما مكروها فقط
كراهة تنزيهية. وصلنا إلى الماء الطاهر غير المطهر، هذا يحتاج إلى درس خاص هو والذي بعده. إذن في نهاية هذا الدرس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الأدناس الحسية والمعنوية، وأن يجعلنا من أهل الطهارة. اللهم يا ربي اجعلنا طاهرين مطهرين، اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بيننا وبين الذنوب كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي خطايانا اللهم نقي خطايانا يا أرحم الراحمين، نقنا من الخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذا دخلنا في باب يعني نقف عند ماء أنواع المياه. أنواع المياه، أخذنا الماء المطلق، والماء المطلق له قسمان، هذه خلاصة للدرس. الماء المطلق وهو الذي لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، هذا الماء الذي يسمى مطلقا وهو الطاهر المطهر. وهناك الماء الذي كرهه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورجح على أئمة المذهب عدم كراهته إذا لم يثبت فيه ضرر، وقد ثبت كما رجح الأطباء أنه لم يثبت فيه ضرر، فبقي هذا الماء يعني على أصله وهو الجواز، ولا يكره الماء المشمس على الراجح من أقوال المذاهب. ووصلنا إلى الماء الثاني وهو الماء الطاهر غير المطهر. فما هو الماء الطاهر غير المطهر؟ وهل هو نوع واحد أم أنواع؟ هذا ما سنأتي عليه إن شاء الله في درس لاحق إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونرجو لكم أطيب الأوقات مع هذه الدروس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.